سوف تغير هذه الآلة وجه العالم إلى الأبد. تحتاج إلى بعض التعديلات قبل انتخابات الأكاديمية. أريد كرتوش مهما بلغ الثمن. كرتوش، انظر إلى هناك. ماذا يفعل هاوند هنا؟ لنتأكد. انتبه. ماذا لدينا هنا؟ أخذوا آلتي. آلتي. ولكن عزيزي، ماذا جرى؟ الثمن مرتفع جدا، ولكنه يستحق أكثر طبعا. إذا احتجت لخدماتنا من جديد، أنت تعرف أين تجدنا كريستيان. هذا ليس ضروريا هاوند، انسى أنك عرفتني. وجدته فاقد الوعي مرميا على الأرض، كل هذا بسبب آلة سخيفة. ماذا قلت؟ آلة سخيفة؟ إنها اختراع هذا القرن، وسوف تؤدي إلى انتشار ظاهرة مدهشة، الكهرباء. أنا لا أصدق ما أسمعه، ما الذي يتحدث عنه؟ يعني تلك الآلة الغريبة التي تنفجر باستمرار؟ نعم، حتى إنه كاد يحرق المطعم في عدة مناسبات. المسألة أكثر تعقيدا من قدرتك على فهمها. هل يعني هذا لك شيئا؟ دعيني أرى. إنها درع كريستيان دو كلارامبو، إنها درع عائلته الشهيرة. منذ متى تهتم الأرستقراطية بالآلات؟ يعتبر نفسه عالما، وهو يحلم بأن ينتخب عضوا في أكاديمية العلوم، وسوف يضمن انتخابه عبر اختراع هذا. لا يمكن أن يترشح للانتخاب مكانك عبر آلة لم يخترعها. من سيصدق ادعاء تلميذ مجهول مثلي لكي يكذب أحد نبلاء البلاط؟ لكن لماذا لا نزور كريستيان دو كلارامبو لنلقي عليه تحية الصداقة؟ لا شك بأن دي توليدو هذا عبقري جدا، ولكن المجد والشهرة من حقي أنا. ماذا جرى؟ كان يسعى للحصول على منحة مدرسية باختراعه، يحتاج إليها لمتابعة دراسته. اذهب للنوم الآن جاستون، وعندما تصحو غدا ستجد آلته إلى جانب سريره محاطة بشريط هدية من حولها. اسمعوا جميعا، لا تنسوا ما قلته لكم، مفهوم؟ هذا مفهوم. لن نضع الماء على الآلة أبدا. لن أتمكن من إصلاحها في الوقت المحدد للأكاديمية. هل نطلب منه إعادة الآلة باحترام، أم ندع الشكليات ونأخذ الآلة؟ هيا بنا. إنه هنا، لابد أنه الرجل الذي كان يتحدث عنه. تريدان مني؟ من أنتما؟ جئنا نبحث عن الكهرباء. لا أعرف عما تتحدثان، اخرجا من البيت قبل أن أنادي الحراس. ها
هذا واضح، نسي أن يحذرك. لا تضع الماء على الآلة. لن يمنعني أحد من دخول الأكاديمية، تراجع. مدهش، أنت مدهش فعلا. سأدعك مع المحترم. لا داعي للتسرع، خذ الوقت اللازم. لا يعلمونك هذا في الجامعة. وداعا سيدي، غدا ظهرا سأصبح عضوا في الأكاديمية. الأكاديمية؟ غريب، لا أتخيلك عضوا في الأكاديمية. لصوص، يوجد لصان هنا، رجل وفتاة، هيا بنا. لصوص، ألا تخجل من نفسك؟ لم أقصد القسوة عليك. افتح الباب. افتح الباب. كارتوش، نشكرك على انتظارنا، اقبض عليه بسرعة. روز، لا أريدك أن تسرع، ولكن كارتوش، وجدتها. أنا قادم. لا. أنت. ماذا سأفعل بعد تحطم الآلة؟ اقبض عليه. من هنا كارتوش. تحولوا يسارا. كارتوش، سأمسك به. اذهب من هنا، تعال أنت معي. إن كنتما تبحثان عن الشابين فقد خرجا من هنا، هذا ما رأيته على الأقل. أدعنا ما يكفي من الوقت، هيا بنا. يمكنكما الخروج الآن. خطفوه، هاوند خطف إيزاك كارتوش. ماذا تريد؟ دعني وشأني. دعني وشأني. لا تلمسه، أريده أن يكون بأحسن حال. إنه لا يستسلم. هل هناك مشكلة؟ لا، بل علينا تغيير وجهتنا. هيا تحرك أيها السائق. سوف يأخذونني إلى سأعطيك 6 ساعات لتشغيل الآلة. 6 ساعات؟ ولكنها محطمة. ولكن انتخابات الأكاديمية أجلت لبعض الوقت. عرفت هذا في وقت متأخر، لهذا أقترح أن تبدأ العمل. لن أعمل أبدا. اسمع صديقي، أنت تسكن في المطعم الذهبي، والسيدة لويس كانت لطيفة معك، ولا شك بأنك تحبها. أنا من العلماء أيضا. ملح البارود مع السلفات، مزيج يصنع البوم. من المؤسف أن تتعرض امرأة طيبة مثلها للأذى، أليس كذلك؟ فعلا. لا يمكن أن نضيع الوقت في محاولة فك الرموز. روز تبحث عن غرينفيل، كلما زاد عددنا كان أفضل. تفضل، أنت المتعلم بيننا، هل تعرف معنى هذا الرمز؟ على ما أظن إنه رمز فلكي لكوكب المريخ. وماذا عن التقاطع؟ إشارة التقاطع تعني، أظن أنني لا أعرف كارتوش. تقاطع المريخ، حدود المريخ. يعني تقاطع شارع المريخ؟ لا أعرف شارعا بهذا الاسم. استمعوا إلي جميعا، لدينا طرف خيط مع هاوند، إن بحثنا عنه في جميع الحانات فلابد أن نجده. فكرة رائعة، لم لا؟ هيا بنا.
لا يمكن أن نضيع الوقت. أعطني هذه الورقة. تعرف أنه ليس غبيا ولا شك بأنه سيقدم لنا تفسيرا لهذه الإشارة. بالتوفيق. سنلتقي هنا بعد ساعتين. كيف حالك؟ اسمع، إما أن تشرب شيئاً أو تخرج من هنا. هاوند متورط في مشكلة وقد بلغني. ألا تسمع ما أقوله؟ أنا لا أحب المتطفلين في الحانة عندي. هيا أخرج من هنا. عرفت أن هاوند يأتي إلى هنا، أليس كذلك سادتي؟ ماذا قلت هاوند؟ هاوند يعني كلب وأنا أملك هرة وهذا لديه سمكة. المطعم مقفل. داستون، أعتذر كثيراً. أبحث عن هاوند. لم يره أحد في هذه الأيام، يبدو أنه ذهب إلى حي آخر. هذه هي، كنت أعلم أني سأجد الإشارة في أحد كتبه. وجدت معنى جديدا لإشارة إيزاك، إنه رمز كيميائي. إنه رمز الحديد. هل تعرفين شارع تقاطع الحديد أو حديد التقاطع؟ لا، لا أعرف شارع طواحين الحديد وليس غيره. طواحين الحديد، طواحين الحديد. طبعاً هذا هو التقاطع، يعني مراوح الطواحين. عند عودة الآخرين دعيهم يتبعوني إلى هنا. ولكن مهلاً، دعيني أعد شيئاً تأكلينه. لا يمكنك الخروج بدون طعام. هاوند. أخبرني، ألم تنتهي بعد؟ هل ستنتهي من هذه الآلة أم لا؟ مهلا، تحلى بالصبر. انتهيت، هل تسمح لي بالرحيل؟ طبعا، يمكنك العودة إلى البيت. بكل سرور أيها السادة. بل بالعكس. علقت ساقي. حسناً أنستي، ليس من الأدب الدخول بدون قرع الأبواب. إنها روز. هذه مرة أخرى، مؤكد أصدقائها في الجوار. من الجيد أني أجهز مفاجآت سارة لزائر لا أرغب به. يا للهول، كان يجب أن تنتظرنا. انظرا، الإشارة هنا. انتبه. النجدة، النجدة. الصوت قادم من الطابق السفلي. ما هذا؟ توقف، لا تتحرك، اهدأ تماما، سأشرح لك. الأمر سهل جدا، إذا تحركت الآن فستطلق النار من المسدس نحو برميل البارود ليتفجر المنزل بكامله. أليست فكرة عبقرية؟ هل فهمت؟ لن أتحرك أبداً، لن أتحرك أبداً. خطأ صغير وينتهي كل شيء. لا شك بأنها ألاعيب هاوند. من الواضح أن إيزاك كان هنا. ولكن ماذا عن روز؟ لابد أنها مع إيزاك في مكان ما. لا يمكن تشغيل الفخ إلا داخل المغارة، لهذا لابد من وجود مدخل آخر. ساعدوني لأجده. أوه.
فليدخل من يستطيع السباحة. ليس بهذه السرعة، لقد أضعنا اثنين من المجموعة. يمكنك البقاء هنا للحراسة قبطان. أنا بحار ولست سباحا. هذا ما أسميه تنظيما. إنه هناك. ما زلنا بعيدين؟ انتخابات الأكاديمية بعد ساعة. لا تقلق، أعرف هذه الممرات كما أعرف نفسي تماما. ستكون هناك على الوقت. توقف هنا، المياه عميقة جدا. وداعا وبالتوفيق. حان وقت تصفية الحسابات. ماذا؟ المبلغ كله هنا، يمكن أن تعده. اتفقنا على التخلص من شخص واحد، الثاني يضاعف الثمن. هذا كلام مرفوض، هيا تحرك. مهلا، لدينا ما يكفي من الوقت. كم تريد؟ انظر، هناك من يحاول مساعدتهما. عليك بهم. هل هذا ما تريده؟ لا. دعني وشأني. بسرعة. ستدفع الثمن عن الآخرين. لا أفهم ما تعنيه. هذا ما أسميه تنظيما جيدا. الآلة بحالة جيدة. لدينا بعض الوقت لبلوغ الأكاديمية. نحن بانتظار الكونت كريستيان دو كليرامبول. من تكون أنت؟ أدعى إيساك، أنا لا أزال تلميذاً ولا أسعى لانتخابي في الأكاديمية، ولكني اخترعت هذه الآلة و... عليك أن تقدم هذا العمل للأكاديمية على أمل أن تجده ذا أهمية. ولكنه ليس في الجدول سيدي. حسناً، ولكننا هنا. هيا أرنا ما لديك إيساك توليدو. شكراً لك سيدي. الأكاديمية مستعدة لتقديم المنح للطلبة الموهوبين. أنت هنا أيضاً أيها اللص. أرجو المعذرة أيها السادة، ولكن هذا اللص يحاول إبراز نفسه على أنه صاحب هذا الاختراع بعد أن سرقه مني. هذا غير صحيح. أرجو المعذرة على مقاطعة الاجتماع، ولكن هذا جرد لص، وسأقدم لكم الدليل على ما أقوله. هل هذا مزاح؟ طلب من السيد دي كليرامبو إصلاح الآلة. ما رأيك؟ إما أن تقرر إصلاح الآلة سيدي أو تغادر فوراً. لن نقبل باللصوص هنا. امنحوني بعض الوقت أيها السادة. ينتج عن الحركة الآلية توليد الطاقة وتحولها عبر سائل يتدفق من خلال الأسلاك. هذا ما يسمى الكهرباء. الكهرباء هي مستقبل البشرية. ماذا؟ إنه عمل مميز، ليس أكاديمياً بالكامل ولكنه مميز. عزيزي إيساك توليدو، أعتقد أنك تستحق المنحة الدراسية.
تهنية لك، أستطيع القول أنك قمت بعمل كهربائي.